الجزائر ستتسلم هذا السبت أكثر من نصف مليون جرعة من اللقاح المضاد لفيروس الأنفلونزا الموسمية، هذا ما أكدته مصادر الشروق نيوز من معهد باستور، وذلك لتغطية النقص الكبير الذي تشهده الصيدليات بخصوص اللقاح. مصادر شروق نيوز أكدت أن توزيع اللقاح على المستشفيات سيكون خلال الساعات الأولى ليوم الأحد، على أن يتوفر في الصيدليات عقب استكمال إجراءات التوزيع. ذات المصادر أكدت أن اللقاح سيكون متوفرا عبر كامل مستشفيات الوطن، وأنه يستهدف بالدرجة الأولى الفئات التي هي في حاجة ماسة إلى هذا اللقاح من المصابين بالأمراض المزمنة والنساء الحوامل وكبار السن، فضلا عن الأسلاك النظامية. هذا وكانت وزارة الصحة قد اقتنت 1,800,000 جرعة لقاح مضاد للأنفلونزا الموسمية لتغطية الندرة التي تعرفها الصيدليات ولمساعدة الأطباء لتسهيل التفرقة بين فيروس الأنفلونزا الموسمية وكوفيد-19 المستجد، غير أن الكمية لم تفي بالغرض، مما جعل المواطن يشتكي من غياب هذا اللقاح على مستوى عدة مناطق عبر الوطن، ولعل ذلك يعود إلى الإقبال الواسع للمواطنين على هذا اللقاح بسبب الوضعية الوبائية التي تزداد تعقيداً.